سمعت يا جمانة عن قصة هوج بول؟ طبعا. موضوع يعني رغم ان البيتكوين او العملات الرقمية المشفرة سعرها في العالم كله بينزل وبيوصل لمراحل يعني كده، الا ان هي اوهمت الناس ان هي بتشتغل في تعدين هذه العملات. لو كان حد بس عمل سيرش شوية يعني بقليل من المنطق يعني كان هيكتشف ان الموضوع ده بالعقل كده ما ينفعش. انت ازاي بتديني ربح مضاعف وربح بالدبل وبالتريبل يوميا يوميا وفي نفس يوميا. الوقت الموضوع كده كلام كتير في الايام اللي فاتت عن تعرض البعض لعمليات نصب الكتروني عن طريق احدى المنصات او الابلكيشنز اللي موجوده على الموبايل اللي اوهمت عملائها بالحصول على ربح سريع ومكاسب غير منطقيه بالمره. زي ما انت اتكلمت يا مصطفى، زي اي عمليه نصب الابلكيشن ده اختفى بعد تجميع اموال بالملايين للمستخدمين. افندم لا يعني هي الارقام الحقيقه لسه في خلاف عليها شويه، لكن يعني في حد بيتكلم عن مليارات، في البعض يقول 19 مليون، يعني لسه مش دقيقه جدا، بس بشكل عام يعني انه في حصل نصب اموال كبيره جدا عن طريق محافظ الكترونيه للمستخدمين. احنا دلوقتي معانا على الهاتف دكتور مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي، يكلمنا عن ايه هو عقوبة النصب الإلكتروني. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم على حضرتك ومصطفى بيه ومستمعينك الكرام، صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني واحنا بنشوف للأسف التطبيقات دي أو الأبليكيشنز دي ودايما أسطورة الثراء السريع وهتكسب يوميا، هتحط على سبيل المثال 1000 جنيه ترجع لك 1100 جنيه تاني يوم، والبعض يقول احنا يعني طب ما احنا ايه النصب، ما احنا بنرجع الفلوس بعدين الابلكيشن او التطبيق ده او الناس دي ترجع تختفي. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم ايه هو النصب الالكتروني تحديدا، ايه عقوبته، ايه اضراره كمان بشكل عام. اولا في معرض التأصيل للواقعة التي لم تنتهي تحقيقات النيابة العامة بشأنها بعد، ربما يثير الامر شبهه الجنايه المنصوص عليها بالماده 21 من القانون 146 لسنه 88، وهي جمع وتلقي اموال من الجمهور لتوظيفها. لان هناك فرق بين النصب سواء هو نصب عادي او الاحتيال الالكتروني وبين جمع وتلقي اموال. جمع وتلقي الاموال ده جرمه المشرع المصري من 25 سنة وفرض ليه عقوبة تصل للسجن 15 سنة، وفرض بجانب العقوبة غرامة مالية قد تصل لمثلي المبلغ اللي تم جمعه. الاحتيال الإلكتروني بيقتضي بطبيعة الحال نشاط إجرامي مغاير لهذا النشاط، يتمثل فيه أن يقوم الجاني بالاحتيال بطرق احتيالية على الدخول طبقا لما عرفه القانون 175 تمام. لسنة 2018 اللي هو بيقتضي بطبيعة الحال أنه بيجمع بيانات للعملاء وبيدخل على حساباتهم البنكية للاستيلاء عليها. عايز أقول لحضرتك وربما أكشف عن مفاجأة أن المشرع المصري في جرائم الاحتيال الالكتروني لم يعتبر الفعل جناية واعتبر الفعل جنحة وفرض له عقوبة يعني لا تزيد عن الحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه. طيب انا الفعل انا يعني عشان برضو ابسط على الناس يا فندم سيادة المستشار ببساطة شديدة، انا النهاردة اللي اتنصب عليهم كانوا بيقولوا دي شركة ومشهرة ومعمولة وليها ورق والناس كانت عاملة برواز ما شاء الله عليهم بتاع، بس للأسف الشديد انت بتعمل برواز انك بتشتغل في نشاط وبتعمل نشاط تاني خالص، وبنشوف الحاجة دي بتحصل كتير. يعني انا بقول انا شركة كده وبشتغل في مجال تاني اصلا. القصة دي قانونا عاملة ازاي؟ هو اخد تصريح ايه واشتغل في ايه؟ هو حضرتك مع نفسه انشأ شركة تمام. مع نفسه تمام، ومع نفسه جمع أموال، ومع نفسه قال أنا هوظف أموال، فهذه تشكل جناية جمع وتلقي أموال. لأن هي الجريمة الأشد، هي الجريمة التي يصل العقوبة فيها ل 15 سنة، فأنا أقول له خلاص أنت جمعت أموال
وانت اوهمت الناس بتوظيف هذه الاموال ونظرت تحقيق ربح، فانت ارتكبت لهذه الجناية. ان الواقعة بتشكل عدة جرائم يا فندم، اهمها انهم اوهموا عملائهم باستثمار هذه مدخراتهم نظير حصول على ربح، والعديد من الجرائم بقى اللي ارتبطت بهذه الجرائم زي نشر وترويج السجلات التجارية لهذه الشركة واستخدامهم شرائح تليفونية وأجهزة إلكترونية. ولكن تبقى الجريمة الأشد جمع وتوظيف هذه الأموال. طيب في نقطة كمان تانية مهمة يا فندم، وهي أنه في يعني أشخاص هم الحقيقة هم جناه ومجني عليهم، في ناس ما تعرفش حاجة عن حقيقة الشركة دي لكن ابتدت أنها تعرف الناس على هذه المنصة وان هي تنصح الناس بان هم يكونوا شركاء ليهم وان هم كمان يشتركوا في الابليكيشن ده. عايز اعرف من حضرتك وضع الاشخاص اللي زي دي بيكون ايه؟ عايز اقول لحضرتك اسمحي لي، القانون الجنائي المصري لا يفترض المسؤوليه الجنائيه. من روعه هذا التشريع الجنائي المصري الراقي انه يجب أن يضع المتهمين وضع الفاعلين المستقلين. يعني إيه حضرتك ببساطة على المستمع الكريم؟ لابد أن توجد لدى الجاني نية التدخل في الجريمة، لكن أنا بقول لواحد أنا حطيت فلوسي تعالى، لا مش هقدر أعتبره شريك إلا إذا كان قصدي مساعدة، اتفقت مع الجناه أو ساعدت الجناه أو حرضت الجناه على ارتكاب الجريمة. اي صوره من الثلاثه يتحقق بها الاشتراك، لكن ما دون ذلك لا، هو مجني عليه في نظر القانون ولا يمكن وصف الاشتراك في الجريمه. انا برضو هنا برضو عايز اخد يعني طرف الحديث من حضرتك بنفس السؤال او اساله بصيغه ثانيه اللي قالته جمان. الادمنز اللي هم كانوا مسؤولين في المحافظات، حضرتك عارف ان هوك بول عملوا ايفنتات في كذا محافظه وجابوا ناس والموضوع ما هو بقى هو رسمي وفي ورق. أي الادمنز دول يعني اتقبض عليهم، ربما يكونوا هم برضو مش كانوش عارفين، لان انا اللي فهمته ان الفلوس اتحولت لبره. دول وضعهم القانوني ايه؟ يعني هو كان خد مسؤوليه ان هو يجيب ناس بس فيما يتعلق بالادمن يا فندم، ربما تفسر التحقيق انه فاعل في الجريمه. لان الادمن ده انا ما اقدرش اقول ما يعرفش. انا ما اقدرش اقول ما يعرفش، لانه المفترض ان هم بيقولوا ان احنا بنستثمر وان احنا بنجمع الاموال دي عشان نوظفها و و و و و فتلاقي الارادات بين الادمن والفاعل الرئيسي يجعل الادمن فاعل في الجريمه. لكن انا بتكلم على الشخص العادي الذي وقعت عليه الجريمه. لما وقعت عليا فانا قلت لحضرتك، فما تقدرش تعتبرني انا شريك، لكن الادمن اللي دخلني ودخل حضرتك وسلمنا للقائد بتاعهم او عضو، لان هذه الجريمه يا فندم عايز اقول لحضرتك هي من الجرائم المنظمه، وتصل في بعض الحالات الجريمه المنظمه اللي كانت في يوم من الايام الامم المتحده لها، بل ان الامم المتحده نزلت على صفحتها الرسميه بيان لم تعتبره وثيقه حذرت من هذه الطائفه من الجرائم، لان كانت بتستغل اسم الامم المتحده فيها. يجب التوعيه وايضاح المصريين. عايز اقول لحضرتك ان البنوك المصريه قد يعني في هامش انفاقها التوعيه الاعلاميه لمثل هذه الوثائق، ويمكن حضرتك النهارده لابد الناس تبقى عارف عن هذه الاحتيال اللي بيتم بها الجناه في جمع وتلقي الاموال، لان انا لا استطيع ان اقصد حد الفعل انه مارس طرق احتيال اخد فلوس.
حتى لو كان هو حتى لو هو كان هو الادمن ده اتنصب عليه ايضا حتى لو كان كده. والله يا فندم الموقف ده بتفصل فيه العداله. احنا لكن احنا اطار العام بنوضع النصب ده. يعني طيب خلينا برضو نروح لنقطه ثانيه، ماذا لو يا فندم المتهم الرئيسي مش موجود على الاراضي المصريه؟ التعامل معاه بيكون ازاي؟ اسمحي لي جمانة هانم اشكر حضرتك على السؤال الهام اللي فطن ليه المشرع المصري. لان احنا عندنا مبدا حاكم في التشريع الجنائي المصري اسمه مبدا الاقليميه، يعني الجريمه تقع من مصري او داخل الاقليم المصري. هذه الجرائم التي تعد الوسائل الاحتيال الالكتروني مفيده فيها يعد الاختصاص للقضاء المصري اذا وقعت الجريمه ولو خارج الاقليم المصري، طالما على اذا كان المجني عليه مصري او حققت ومس ضرر بشخص مصري ولو وقعت الجريمه خارج مصر. طيب اذا كان هو حول الفلوس المصريه الجنيه المصري او العمله من مصر لبره مصر ولا تلقاها في اي دوله من دول الخارج ينعقد الاختصاص للقضاء المصري بمعاقبه الجناح عن جريمته. بنشكرك يا دكتور مصطفى، دكتور مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي، حللت معانا هذه الواقعه المتعلقه بالنصب الالكتروني واللي اثرت ربما مسامع الراي العام في الفتره الاخيره حوالين قضيه ملف ابلكيشن هوك بول. طيب على اي حال مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر.